الواري سالم بن سليم بن سالم العفاري تتقدم مباشرة مع المركز الخامس. انتقل مباشرة إلى المركز السادس والتقدم من رموز. تعود الملكية من يقدمها سالم بن مبخوت بن عفش المنهالي، تقدم ممتاز مع المركز السادس. سابع المراكز اللي في المركز السابع الواصلة والمنطلقة جواهر سعيد بن محمد الكليلي من يقدم لنا جواهر، واحد المجوهرات يا سلام بهذا الانطلاق والمسار، تقدم ممتاز ووصول من نقدة عبد الله بن راشد بن عبد الله المتفيق لكتبي مع المركز الثامن. تاسع المراكز أرى شقرة سيب بن خليفة بن خميس الغويس من يقدم لنا شقرة مع المركز التاسع. عاشر المراكز وختام ندائنا الأول الواعية حميد بن خادم بن حميد المنصوري. هكذا نتيجة الشوط، هكذا المسار والانطلاق. لنعود إلى المقدمة، لنعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة. متعبة متعبة هي في مقدمة الشوط مع المركز الأول مسيطرة بهذا التقدم الممتاز يا سلام. تعود الملكية مبخوت بن أحمد بن حربي بن سالم العامري يا سلام، ولكن من هنا اللي هي الظبي علي بن سالم بالعبد الوهيبي يقدم لنا ظبي الفلا، غيرت مباشرة مع الصدارة مع المركز الأول. تأتي بهذا التقدم والانطلاق الوهيبي، أهل السلطنة بالفعل قادمين ليشاركون في أرضية عاصمة الميادين ميدان الوثبة. المركز الثالث الجليلة بخيت بن سعيد بن بخيت الراشدي مع المركز الثالث. رابع المراكز بروك سيف بن سالم بالحمد الدرعي، تتقدم بروك إلى المركز الرابع. المركز الخامس من تأتي مشاهدين الكرام بهذا الانطلاق، هناك اللي هي تاتي بتقدم ممتاز مشاهدينا الكرام، وتاتي اللي هي تنطلق متعبه محمد بن سالم وصلت في هذه اللحظات. هناك مشاهدينا الكرام الوصول والقدوم في هذه اللحظات من سحابه محمد بن حمد بن فطيس المري يا سلام، القادم احلى. وصلت مشاهدينا الكرام جواهر سعيد بن محمد الكليلي، يا هي سامت اه يا سامي تنضم وتشارك في عاصمه الميادين في هذا الشوط. نعود حيث البدايه، نعود الى مقدمه الشوط الى المركز الاول يا سلام، الى الانطلاق الاول. هنا مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول الظبي الظبي ظبي الفلا في مقدمة الشوط. هنا علي بن سالم بالعبد الوهيبي من يقدم لنا الظبي، ظبي السلطنة بالفعل قادمة للمشاركة، هي على الصدارة هي على القوة مشاهدينا الكرام مع المركز الأول. الكيل الأخير اللي بيروح ينطلق يتقدم من أجل الفوز والناموس. هناك مشاهدينا الكرام متعبة مبخوت بن أحمد بن حربي بن سالم العامري يا سلام، القادمة الواصلة القليلة بخيت بن سعيد بن بخيت الراشدي يا سلام. وزن وزن وصلكم طرشوب بن صالح بن طرشوب العامري يا سلام، أسامي تدخلت الكل تقدم. شبا هنا عبد الله بن علي بن عبد الله آلف هيده المري، ولكن نعود إلى المقدمة. الثلاث اللي بهن يحلو اللقاء يزين اللقاء بهن في عاصمة الميادين، الظبي الظبي ووزن وزن والظبي، ولكن ظبي الفلا رمز العطاء هي على المقدمة. روحي الوهيبي انطلق أهل السلطنة ينتظرون السلام ينتظرون الفوز والانتصار. المركز الثاني وزن اللي قادم اللي واصل الف هيده، وصلتكم شبا شبا يا سلام. وهناك من الجانب الاخر اللي هي متعبه، ولكن الظبي الظبي وزن الظبي وزن متعبه شبا يا سلام مربع ذهبي الظبي 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 اهل السلطنه الوهيبي 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 لحظر في الشوط نال الفوز والناموس. يهديها للسلطنه يهديها للسلطنه، سلام السلطنه سلام سلام الوهيبي سلام سلام علي بن سالم بالعبد الوهيبي. المركز الثاني من أتت متعبة تعود الملكية مجاهد الكرام مبخوت بن أحمد بن حربي بن سالم العامل. المركز الثالث
ثالث المراكز شبع عبد الله بن علي بن عبد الله الفيد المري، رابع المراكز وزن طرشوب بن صالح بن طرشوب العامري، المركز الخامس كان من نصيبه مشاهدينا الكرام خامس المراكز اللي هي من اتت عزوه ناصر بن سلمان بشير الدرعي. نذهب مباشره الى التوقيت الزمني واثناء وصول الى خط النهايه الظبي قاطع المسافه زمن وقدره 6 دقائق 3 ثواني جزئين من الثاني. تهانينا والناموس لمالكها مشاهدينا الكرام الظبي من آلة شرف الناموس علي بن سالم بن عبد الوهيبي متعبه 6 دقائق 3 ثواني 6 من الاجزاء. تهانينا والناموس لمالكها مبخوت بن احمد بن حجبي بن سالم العامري. المركز الثالث من وصلت مشاهدينا الكرام اللي هي شبا اللي عبد الله بن علي بن عبد الله فهيد المري قطعت المسافه في زمن وقدره مشاهدينا الكرام. التوقيت الزمني لشبا 6 دقائق. توقيت الزمن يا مخرجنا عطنا توقيت زمني لشبا 6 دقائق 4 ثواني 3 من الاجزاء. تهاني